اذا هون نيجي نتطلع الان بالحاله هاي اللي احنا حكينا عنها من هون كان عندي اي المومنت الانيرشا او الانيرشا ماتريكس او الانيرشا تنسر لهذا الجسم اللي موجود هون. في عندي قيمه لاي اكس اكس، في عندي قيمه لاي واي واي، وفي عندي قيمه لاي زد زد، وكل البرودكتس الثانيه 0 0 0 0 0 0. هاي حاله واضحه ما في مشكله. وهذا اذا بستخدمه بقدر احطه الان في ماتريكس، بقدر اجي اقول اذا عرضت هذا الجسم لفيكتورز تاو اكس اكس تاو واي واي تاو زد زد، رغم انه هذا الجسم فري يلف على حوالين اي اكسس، بس انا حاطط 3 برنسبل اكسس من هون، وجيت حطيت هاي الماتريكس اللي هي اي اكس اكس 0 0 اي 0 اي واي واي 0 وبعدين اي زد زد 0 اوميجا اكس اكس دوت اوميجا واي واي دوت اوميجا زد زد دوت. شو بتقول لي هاي المعادله؟ بتقول لي الان انه اذا انت حطيت تورك حوالين الاكسس اكس اكس بوزيتيف تورك، اللي راح يصير عندك هذا التورك راح يساوي اي اكس اكس في اوميجا اكس اكس وما فيش اي تاثير. واذا حطيت تورك حوالين واي واي راح يكون عندي راح يصير في اي واي واي في اوميجا، طبعا هاي عفوا هون اوميجا دوت اللي هي الفا مش هيك، ونفس الشيء هون. فهاي الحاله بتصير هذه صحيحه ترو اف اف برنسبل اكسيز يوزد. واذا استعملنا برنسبل اكسيز يوزد بعدين عندي بيرفكت سيمتري around the following plane. ايش يعني plane؟ الاكس واي والاكس زد والواي زد. في بلين اسمه اكس واي، الكل فاهم شو بقولوا اكس واي بلين؟ يعني لو عندي انا الاكس والواي لهذا السطح والزد هيك، معناها هي الاكس واي بلين، معناها الجسم شكله فوق الاكس واي بلين مطابق تماما لشكله تحت الاكس واي بلين، كانه في مراية. ونفس الشيء عندي بالاكس زد بلين، نفترض الزد هون والاكس هون، معناها هي بلين، معناها الجسم من هاي الجهة ميرور تماما من هاي الجهة. ونفس الشيء بالنسبة للواي زد، نفترض هذا الواي وهذا الزد هي البلين، الجسم من هاي الجهة نفس الجسم من هاي الجهة، هذول بيكونوا البرنسبل اكسس. استعملنا احنا 3 برنسبل اكسس، البرنسبل اكسس بيضمنوا انه البلينز الثلاثة يقسموا الجسم هذا لبرفكت سيمتري، وفي الحالة هاي كل الكروس برودكتس اللي موجودين هون بيكونوا